بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الميلودي راجيع منسق مجموعة مدارس الأستاذ زهير عبد المجيد. غادي نعطيك واحد النظرة موجزة على المشروع التربوي ديالنا. أشنو هو لو بروفيل ديال؟ أنا أولا تارني الاسم ديال الجروب سكولير فيلوزوف اكاديمي. وي ني جات التسميه ربما عندها علاقه ب بيان سور، لانها داخله في واحد هذا الاسم هو كي يوحي بواحد النوع معين من 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 من, من, من المشروع اللي كنتبناوه، والفلسفه ديال المشروع النيت مبنيه على هاد فيلوزوفي، بحيث اننا في الفلسفه ديالنا حنايا اننا كنسعى وراء تحقيق واحد المجتمع اللي هو كيكون فيه الانسان فاعل، وكيكون عنده الامكانيات باش يعبر على المواطنه ديالو، يعبر على الراي ديالو، يكون فاعل داخل المنظومه التعليميه. التلميذ عندنا ماشي ك اوبجي، ما بقاش داك التلميذ اللي كان كيجي القسم كنبقى نعطيو في المعلومات وغير يحفظ يمشي يدوز الامتحان وسالينا. وقال اليوم عندكم مشروع اكبر من ذلك يعني. طبيعه الحال، لان اشنا هو ما هو المراد من 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 من, من المدرسه؟ اشنا هو دور المدرسه في المجتمع؟ شنو هو هذاك الدبلوم اللي غناخذوا في الاخر؟ لا، هو مشروع ديال شخص، مشروع ديال انسان، مشروع ديال شخص. سي توت ان باركور، سي توت ان باركور بيان تمجير، كيبدا من 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 لا ماتيرنال، من من التعليم الاولي حتى البكالوريا، بحيث اننا تنخدموا على تكوين ديال الشخصيه ديال الانسان، بالاضافه الى الكفايات اللي هي خصنا نخدموا عليها في التعليم ديالنا، واللي هي داخله في البرنامج التعليمي ديال الدوله اللي رسمه، بحيث ولو اننا تعليم خاص راه حنا كنخدموا تحت تنحترموا الكفايات المقرره باش تكون في كل سلك. رغم انكم كنشوف هنايا دايرين كامبريدج يونيفرسيتي بريس، يعني هذا داخله في هذيك، داخله في اطار اتفاقيه بينه وبين كامبريدج باش نطوروا التعلم ديال اللغات، بحيث ان اي درجه كتشوفوا بان اللغه وخصوصا الانجليزيه اصبحت مهمه اليوم؟ هو يعني وما كرهناهاش تعمم حتى في المدارس العموميه. هو يا ماشي قضيه ديال عير الانجليزيه بوحدها، اللي هي جميع اللغات. لا بغيت نقول لك حتى اللهجات مهمين بالنسبه للتطور ديال الانسان وبالنسبه للتواصل. يعني كما كتكون نتايا عندك الامكانيه ديال التواصل وعندك السهوله والسلاسه في التواصل ديالك مع الشخص الاخر، كتكون متفتح، وبالتالي كتكون مستفيد من الاخر اكثر ما يمكن. يكون سهل عليك انك توصل معلومه او تتلقى معلومه. اكيد، بحيث حنايا في المشروع ديالنا عاطين الأهمية اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، ولكن اللغة العربية بطبيعة الحال هي اللغة الأم ديالنا، وحنايا تنفتخروا بأننا عرب وداك الشيء، ولأن هي اللي بها هي كتنتقل كنقلوا المبادئ والقيم ديال المجتمع ديالنا الوليدات الصغار. وهذا دونك اللغه العربيه ضروري كتكون هي ام المشروع.
وبالتالي اللغة الإنجليزية تنديروا 4 سوايع ديال اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية بالنسبة للكوليج 5 سوايع 6 سوايع، بالنسبة عندنا حتى الإسبانية تيقراو الإنجليزية الإسبانية الفرنسية واللغة العربية باراليلمون. ما كاينش هادو ماشي كيقراوهم غير يعني اختيار، ماشي اختيار كيقراوهم وانما اوبسيونيل في البروغرام ديال فيلوزوف اكاديمي. أكيد. شكرا لك، كنشكرك بزاف. شكرا على التصريح ديالك. شكرا لكم تمايا، ونتمنى على الله انه هذا المشروع يمشي مزيان، وحنا الحمد لله حتى في المدارس العموميه اللي اكيد حنا عندنا مدارس خاصه ديالنا كنمشيو بنفس المنظور، وعندنا بالنسبه للعنصر البشري يعني الموارد البشريه ديال المؤسسه عندهم تكوين مستمر، يعني كيمكن كيستافدوا المعلمات ديالنا والاساتذه ديالنا من تكوين على الاقل دوره تكوينيه في كل شهر. الحمد لله، كنتمنى هذا الشيء يتعمم في جميع مدارس المغرب. شكرا لك، كنشكرك. شكرا لك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.